وجاء يسوع إلى ضيعة اسمها سوخار، قرب الضيعة التي وهبها يعقوب لابنه يوسف، وكان قد تعب من السفر فجلس على حافة البئر. وجاءت امرأة سامرية لتستقي، فقال لها يسوع: يا امرأة أعطني لأشرب. فقالت له: أنت يهودي وأنا سامرية، واليهود لا يخالطون السامريين، فكيف تطلب مني أن تشرب؟ فقال لها يسوع: لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يسألك لكنت أنت تسألينه فيعطيك ماء الحياة. فقالت له: من أين لك يا رب ماء الحياة وليس لك دلو والبئر عميق؟ فقال لها يسوع: كل من يشرب من هذه الماء يعطش ثانية، أما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه لن يعطش إلى الأبد، بل يفيض من جوفه ينميع ماء حية. فقالت له: أعطني يا رب من هذه الماء حتى لا أعود أعطش وآتي إلى هنا لأستقي. فقال لها يسوع: اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. فقالت له: ليس لي زوج. فقال لها: لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس زوجك، في هذا ستبقي. فقالت: يا معلم، أرى أنك نبي،